السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اخواني اخواتي على قناة كريبتالات. كان عندنا شروحة جديدة اليوم، معنا مجموعة البروكات راح نسويها قدامكم. ثاني شي راح نسحب عملة من يريوم، السحب التالت. طبعا الناس اللي ما شافت هذا الفيديو تروح تشوفه، لان هذا الفيديو ما راح يفيدك ولا شيء، ضروري تشوف هذا الفيديو وثاني فيديو. هذا هو بالنسبة لعملة من يريوم، اما باقي الفيديو راح يكون على الايردروبات ان شاء الله. اول شيء حبيت اشكر اكثر من 1700 مشترك على القناه، اذا عندكم اي استفسارات لي في هذا الفيديو راح نجاوب عليه فيديو لاحق. كالعاده راح نرد على اسئلكم في اخر الفيديو. يلا بينا على الشرح. اول شيء بنضغط على كونكت تو بي سي سكان ويب، ونحولنا على الميتا ماسك. ماشي، راح نختار الولت اللي فيها الابجريد تري، هذه هي. نعطيه نيكست كونكت. تمام، راح ننتظر شوية لين يبين معانا كم معانا. الحين صارت عدلتني 51.50 قطعة. طبعا كالعادة راح نروح نسوي لها ترانسفر الى والد تانية عشان نقدر نحولها. اللي ما شاف الفيديوهات السابقة ضروري تروح تشوفها. راح نروح نجيب الوالد التانية. هنا الشروط طبعا يقولك نوت، ضروري تكون والد تانية مغايرة عن الولد اللي معك. اوكي، نختار هذه الولد كالعادة اللي دايما ناخدها. راح ناخد الولد بالشكل هذا نحطها هنا. تمام، هنا راح نختار الاماونت 51.50. اوكي، بعدين استنى نتأكد من الولد اذا هي صحيحة ولا لا. اوكي اخرها كده، بعدين سند. راح نشوف كم راح ندفع فيز. راح ندفع فيز 12 0.00125. كونفرميشن انا معي. راح ننتظر. اول مرة سحبنا 0.2، سحبنا 24 قطعة، الحين 51 قطعة. راح نروح نحولها الحين على بنك سواب قدامكم، نشوف كم راح يعطينا دولار عشان نرجع رأس مالنا. ننتظر لين تسوي كونفرميشن حق التحويلة. تمام وصلتنا. بنروح الحين على البيس سكان حقتنا. طبعا هاي القطعة راح تنخصم من 150,000 اللي وصلتنا. بنروح على بيس سكان نشوف اذا وصلتنا ولا لا. عم نضغط على كريبتو توكن. اوكي، فتمام وصلتنا. هذه هي 51.5. الحين بنروح على ايش؟ بنروح على بانك سواب هنا عشان نحولها الى بي ان بي او يو اس دي تي على حسب انت العملة اللي تريدها. فبنسوي كونكت وين كونكت الوالد اللي فيها العملة هذه. نروح على ميتا ماسك. ماشي، نختار الوالد الثانية هذه هي. بنضغط على كونكت ميتا ماسك. اوكي، ننتظر. نيكست كونكت. تمام، هذه هي العملة. كم معانا؟ 51. راح نغيرها فوق، نحطها فوق 51.5. راح احولها الى يو اس دي تي، نشوف كم سعرها. ننتظر لين يبين معي 12.12. اذا انت مقتنع بهذا السعر خلاص انا بحولها بي ان بي على طول. بهذا السعر سواب كونفرميشن عشان نرجع بس رأس مالنا اللي دفعناه 50 دولار، وباقي اللي راح يكون ربح. confirmation. تمام ان شاء الله يتم الحين قدامكم confirmation. راح يبين كم معنا بي ان بي. اول شي
تمام وصلت، هذا خلاص مبروك عليكم تمت. الحين رجعنا أول شي 5 دولار، ثاني شي 12 دولار، يعني 17 دولار من قيمة ال50 دولار اللي دفعناها. الحين بنروح على ايردروبات جديدة، يلا بينا. طبعا هذه قناتي على كريبتو اليرت على تليجرام، راح تحصل أول ايردروب هذا هو على بلوكشين هيكو، راح وزع 5000 دولار على المشتركين نعمة NFT. اوكي راح نضغط على الرابط هذا. كالعادة بتعطيه ستار بوت، البوتات سهلة. بعدين تحل كاباتشا، يقولك هنا راح وزع 1000 دولار من عملة NT for the first 100 بارتيسيب، هنا 4000 NT to share. المهم ستار، راح تسوي جوان تليجرام هنا تسوي نيكس، وهنا جوان شانيل نيكس، وهنا فولو تويتر تعطيه يوزر نيم حق تويتر حقتك، هنا التويتر اللي سويناها بكريت بروجكت، وهكذا هنا الهيكوشين حقتك راح تبعتها نفس الوالد نفسها. وخلاص بالانس، تضغط على بالانس نشوف بالانس، لسه مبين بالانس هنا. المهم هذا هو اول ايردروب. معنا تاني ايردروب مور لايف، راح يوزع 3 دولار من عملة MLTP على 400 شخص راندم عشوائي. راح تضغط على البوت كالعادة بالشكل هذا، راح تعطيه ستار، وبعدين تحرك كابات شكل عادة. هنا يقول توتال ايردروب راح يوزع 2 دولار من عملة MLTP على 400 شخص راندم، والتوب بريفرال 10. المهم كونتينيو، راح نسوي جوان تليجرام جروب وهنا جروب نفس الشي، هنا تويتايا وريتويتايا تاك 3 اصدقاء، هنا فيزيت ويب سايت، هنا ادفانسر شانل جوان، هنا نفس الشي تويتايا فولو ادفانسر وريتويتايا، وهنا سبمت ماي ديتيل. بعدين تعطيه دان لانه سويت له جوان تليجرام جروب، بعدين ريتويتايا وتويتر فولو ترابط تويتر حقتك بروفايل، هنا دان، وبعدين دان يس، وخلاص هنا السمارت شين حقتك وستاتيستيك، تاخد رابط احدهم وتروج. كذلك هذا الادروب راح يوزع عملة فايلو، راح تضغط على البوت بالشكل هذا تعطيه ستار. اوكي هنا راح يوزع 1,000,000 قطعة و500,000 على ريفلر احالة جوان ادروب. اول شي بتروح تسوي له هنا تويتر وجوان جروب، مهمين بس سهل هذا. بعدين تعطي رابط تويتر حقتي بروفايل، هنا دان، وبين السمارت تشين هنا الاكسي 20 عفوا يعني الاثريوم، نفس العنوان بيكون على ميتا ماسك وبالانس، تاخد رابط احاتك وتروج كالعادة. معنا هذا ال NG والد، راح تاخد الموبايل حقتك موجود على البلاي ستور، تحمل الوالد هذه وتاخد هنا تنسخها تسوي كليم، يعطوك NFT. هذا هو NFT، اول NFT اخذناه، ثاني NFT هذا هو. الحين اوكي نشوف باقي البوتات، عشان نخلص من البوتات نروح على الفورمز. معنا هالايردروبين، نفس الايردروبين بس لشركة واحدة، بس كل واحد ببوت، يعني اول بوت وثاني بوت، فبتختار هذا بيروح يوزع 75 قطعة ما يعادل 15 دولار، تروح تضغط على البوت هذا وستار كالعادة. هنا البيانات، المهم جوان ايردروب، هنا جوان تليجرام جروب شانيل تويتر فولو تويتر تاك 5 اصدقائك، بعدين مع الهاشتاج هذا وتكتب جريت بروجكت وخلاص. هنا الميديوم نفس الشيء اند كلاب سبميت ماي ديتيل، تعطيه سبميت ماي ديتيل، وبعدين تسوي له جوان تليجرام دان، تقول يقول لك اعطيني يوزر نيم حق تليجرام حقتك، نفس الشيء هنا رابط التويتر حقتك، وهنا ميديوم رابط الميديوم حقتك البروفايل، وهنا بين السمارت تشين حقتك وبالانس، تاخذ رابط احاتك تروج. كذلك نفس الشيء لهذا الايردروب لنفس الشركة، هنا راح يوزع 22 قطعة ما يعادل 3 دولار، تضغط عليها ستار كالعادة. هنا جوان تليجرام جروب شانيل فولو تويتر فولو ميديوم سبسكرايب يوتيوب مع لايك وشير، وهنا كذلك الادفانسر اللي موجود هنا الادفانسر سبميت ماي ديتيل، تعطيه ايميل يوزر نيم حق تويتر رابط البروفايل حق الميديوم وياس ويوتيوب شانل حقتك وتويتر حقتك اللي سويتها الشير حق اليوتيوب، بعدين ياس ياس، وبين سمارت تشين كومبليت بالانس، تاخذ رابط احاتك وتروج.
ايش كمان معانا؟ ايه خلاص خلصنا من هاي الايردروبات حق البوتات، نروح الحين على الفورمز. هذا الايردروب راح نضغط عليه من هنا. هذا الايردروب راح يوزع اظن على 20 مشترك فقط راندوم، 5000 اتش وان كل واحد. المهم في ناس اللي راح تاخد 20000 قطعة على 5 لاكي وينر. اوكي المهم راح تروح هنا تحط بين السماتشن حقتك، هنا راح تضغط عليه راح يحولك على طول، ما راح تسوي فيها شيء. هنا جوا تليجرام جروب او شانل، هنا فولو انستغرام، هنا فولو تويتر، هنا لايك فيسبوك، هنا ريديت كذلك، ولينك لاين، وهنا الإحالة تاخذ رابط إحالتك وتروج. معانا هذا الايردروب ل 7500 قطعة من عملة اكس جي تي ل 150 لاكي وينر يعني. وخلاص تضغط على الرابط هذا راح يحول لك الى العنوان هذا. المهم كالعادة فولو تويتر، جوان تليجرام جروب، ريتويت تاعي هادي، بابليك ادرس يمكن هنا الولد حقتك، شير هنا ما سويتها راح اضغط عليه راح تبان عندكم، كل يوم تيجي مرة سويها. هنا جوان يمكن تويتر نفس الشيء، هنا المهم فولو تويتر كذلك. هنا تشيك هذا الاير دروب فور، هذا بيعطيك علامة. ان شاء الله اذا كنا مفائزين راح يعلنون على تجيك ايميل، طبعا يجيك ايميل معنا هذا الاير دروب 2000 يو اس دي تي من 2000 دولار ل 200 شخص راندم عشوائي كذلك. راح تضغط عليها راح احولك على صفحة جوجل. هذا باقي له 11 يوم فقط. اوكي راح يوزع 2000 دولار مثل ما خبرتكم على 200 شخص. هنا فولو تويتر كذلك، نفس الادروبات كلها نفس الحركة. المهم فولو جوان تليجرام وتويتايا نفس الشيء، هالولد تحطه هنا راح نسوي عشان انتر داي كذلك. هنا وهنا خلاص، هذا هو الايردروبات حق اليوم. بنروح نشوف اسئلتكم اخر فيديو. معنا يتي حضرتك وعدتيني بطريقة رفع ان اف تي، ان شاء الله اخوي راح اسوي ان شاء الله اشياء تتعلمونها في البلوكشين ديفلوبر. اوكي فشكرا على مرورك اخي. اوكي صابري بوس، مثال اخطأت ووضعت في الايردروب عقد عملة، وصل الايردروب فيها، كيف احول رصيد ايردروب من عقد العملة الى محفظة رئيسية من فضلك؟ والله صراحة الخاصية ما اظن موجودة ابدا، لانه اذا راح شيء للكونتراكت ما راح يرجع، فما اظن انه في خاصية، بس اذا حصلت شيء راح اخبرك ان شاء الله. شكرا لمروركم، اشوفكم على خير في فيديو لاحق، مع السلامة.